غنخليهم شوي في الفران. غنحتاجو الكوكلي مليحه بزار، ثومه غبره، اللي ما عندوش ثومه غبره يمكن لي يستعمل ثومه طريه العاديه. هنا عندي معلقه ديال عصير الحامض ومعلقه ديال زيت المائده، يمكن لكم تعوضوها بزيت الزيتون. هنا عندي معلقه ديال المطاط، هنا عندي شويه ديال الزعتر، هنا عندي مطيشه محكوكه، وهنا عندي دانون مسوس. نبداو ان شاء الله نحطو الدانون مسوس في هاد الكوكلي، كيجي رائع وبنين. عندي ثوم غبره تقريبا شي معلقه صغيره ولا معلقه ونص. هنا مليحه، ناخذ هنا دابا الكوكلي ديالنا نتكوه بحال هكا بموس باش تدخل ليه هاد ال كما كتشوفوا. هاد الكوكلي انايا حليته من الظهر ديالو صافي، نتكو بحال هكا مزيان. دابا هنا ناخذ هاد الكوكلي وندير ليه هاد الصلصه مزيان. ديريلي من الداخل ولا برا، انا كيف ما كتشوفوا هنايا قطعته من الظهر ديالو، غير بالمقص حيت هو كيكون صغير، من الظهر ديالو قطعته على جوج باش يعطينا تشكل بحال هكا فاش كيكون كيتشوى. زعما غير صوص مزيان صافي. انا دابا شملتو غادي نغطيه مزيان وندخلو بالبابي اليمونتير وندخلو للتلاجة. انا غنخلي ليله كامله حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نطيبو. بالنسبه مثلا ما عندكمش الوقت خليوه واحد ساعه ولا ساعتين في التلاجة. دابا حنا غندخلوه للتلاجة ونخليوه من الاحسن ليله كامله. غدا ان شاء الله نتلاقاو ونطيبو. هو كوكلي ديالنا من بعد ما بقى ليله كامله في الثلاجه كيف ما كتشوفوا راه شرب ديك الصوص. ناخذ دابا انايا هاد الكوكلي غادي نسرحو فوق من الشبيكه اللي كتكون في الفران وندير شي لاطه تحت منه وندير فيها شويه ديال الماء باش حتى ديك لاصوص اللي غتسقطر لينا منهم ما تحرقش في الفران. ومره مره نبدا نهز ديك لاصوص ونبدا نسقيهم من الفوق بها صافي، نخليهم نشعلو ليهم من الفوق ومن تحت على عافيه شويه مهيله متوسطه صافي، ونخليهم حتى وكان يطيبوا ونقدموهم. الكوكلي ديالنا من بعد ما طاب فهو كيجي رائع ولذيذ. الا بغيتو تقدموه مع الرز اولا مع خضره مبخره ولا مع شي سلطه ولا على حسب الاختيار ديالكم.
فهو كيجي لذيذ ورائع. كنتمنى تجربوا هذه الوصفة، ولا بغيتو يوصلكم كاع لي فيديو جداد اللي تنزل تابوناو معنا في لاشين. وبالصحة والراحة.